ازيكم جميعا؟ عاملين انا اشرفت احمد. النهارده الفيديو هيكون انواع البنات في اجازه الصيف. قبل ما نبدا الفيديو، لو انتم ما كنتوش دايسين على زرار السبسكرايب، في زرار احمر تحت الفيديو على طول مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، شبه الزرار ده بالظبط، لونه احمر. دوسوا عليه، بعد ما تدوسوا عليه هيظهر لكم جنبه جرس، دوسوا بعدها على الجرس ده وتابعوني على الانستغرام، ده اسمي، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها هتكون تحت صندوق الوصف. وخلينا نبدا في انواع البنات. النوع الاول، البنت اللي مقضيه الصيف بتاعها صح جدا، مقضيه بقى مصايف وسفر وعايشه حياتها. دي بقى البنت اللي مقضيه الصيف بتاعها كله فرجه على التلفزيون، اشي مسلسلات واشي افلام، لا وايه مش بس كده، مقضيه اكل كمان، اكل كتير، اكل كتير وبس. اما دي بقى فهي البنت اللي مقضياها على السوشيال ميديا، قاعده بقى تتفرج على كل صور ستوريز والانفلونسرز ونجوم السوشيال ميديا، وجالها كتاب، اكتئاب حاد. كل الانستجرام في بحر ومصيف ولا ايه؟ مش معنى انا يعني الناس كلها في مصيف، الناس كلها في رحلات، الناس كلها في خروجات، الناس كلها في سفريات، وانا الوحيده اللي لاقى ليه؟ كلهم مستمتعين، كلهم، انا الوحيده اللي قاعده في اوضتي ما بين اربع حيطان. يا ربي انا بجد مكتئبه، انا تعبت، انا ليه ما اكونش زيهم؟ انا ليه ها ما كنتش ليه بسافر كده؟ كنتش ليه بروح كل حته في مصر وبره مصر وجوه مصر وكل حته، والف العالم ولف العالم كله كده وابقى زيهم، واروح رحلات واروح مصايف واشوف ناس جديده واشوف حاجات جديده. ده انا وحشتني ريحه البحر. طب خلاص يعني خلاص، اوكي بلاش ان انا اروح بحر، بلاش ان انا انزل بحر، اتفرج عليه بس، اتفرج عليه كده من بعيد، اشم ريحته، اشم اليود بتاع البحر. انا ابدا ابدا مفيش. دي بقى يا عيني البنت اللي بتقضيها طول اليوم في الترويق والطبيخ والغسيل وكل حاجة البيت. دي بقى البنت اللي مقضية الصيف كله خروجات وفسح وبس. الو نخرج
اوكي ماشي. امتى وفين؟ اوكي اوكي خلاص تمام اتفقنا باي. A few moments later. Ooh. الو؟ الشلة كلها خارجة. امتى؟ للأسف مش هينفع في التاريخ ده، أنا عملت اوريدي خطط يعني وكده ومش هينفع للأسف. طب خلاص هقولك على حاجة، مادام الشلة كلها مش هتعرف تغير يعني وكده علشاني، فممكن في نفس اليوم عادي بس نغير الميعاد. ايه رأيك؟ اصل انا بس عندي ميعاد تاني يعني خروجة برضو تانية. انت عارف بقى عندي ناس كتير صحابي مختلفين عنكم. الساعة 6. اوكي كده اكون خرجت ساعتين مع الشلة الاولانية وبعدين اخرج معاكم انتوا. تمام اوكي يلا باي. A few moments later. الو هاي ازاي؟ بقالي كتير قوي ما كلمتكيش يا بنتي، عامله ايه؟ نخرج. اوكي ما عنديش مشكله. امتى؟ للاسف عندي خروجات كتير في اليوم ده، ممكن نخليها يوم تاني. ممكن تاني يوم؟ ممكن تاني يوم. اوكي خلاص تمام يلا باي. A few moments later. لا مش ممكن كده، اهو دي اخرت ان الواحد يصاحب ناس كتيرة قوي مختلفة ما عرفوش بعض من مختلف المجال. الو هاي ازيك عاملة ايه؟ اوه طالعين الساحل. اوكي امتى؟ اوه للأسف الاسبوع ده كله عندي مواعيد مهمة. لا مش يعني مش اجتماعات ولا حاجة، هو خروجات برضو يعني، بس انت عارفة طبعا الخروجات مهمة احنا في الصيف طبعا. طيب خلاص هقولك على حاجة. ممكن بصي انا اخر يوم خروجات عندي يوم الخميس، ممكن نطلع الجمعة. مش هنعرف نطلع الجمعة. طب خلاص لو تعرفوا تطلعوا الخميس انا ممكن اخر خروجة عندي يوم الخميس اقلشها كده بسرعة وبعدين اطلع معاكوا على الساحل من يوم الخميس، نطلع كلنا ونقعد اسبوع هناك. ايه رأيك؟ اوكي تمام خلاص اتفقنا يلا باي. مش ممكن الواحد ما بيفضاش ابدا في الصيف ده، يعني كل شويه اتصالات وخروجات اتصالات وخروجات، يعني انا عايزه اخلص الكتاب بتاعي مش عارفه. دي بقى البنت اللي بتقضي الصيف كله تتعلم ازاي ان هي تحط ميك اب لنفسها. دلوقتي وقت ايه؟ وقت الميك اب. خلينا نجرب. انا بعمل ايه في الصيف يعني غير ان انا بتعلم ازاي ان انا احط ميك اب؟ اعتقد انه قليل، عايزه ازوده شويه. عايزه ازود وده كده حلوه قوي بس مش باين، عايزه ابينه. خليني ازود شويه وازود الوان علشان ابينه كده، الناس مش هتشوفني او مش هتعرف اصلا انا حاطه ميك اب، ده طبيعي قوي. الله بجد الميك اب بتاعي بقى شكله حلو قوي، وده كمان الاثنين مظبوطين قوي وحتى مش باينين ان انا حاطه حاجه يعني غامقه علشان تبين عظم خدودي ولا اي حاجه. والله بجد دمجتهم حلو قوي. والبلاشر دمجته رائع، والاي شادو ده بجد مذهل، والبنفسجي لايق عليا قوي. انا بقى الروج ده حكايه بجد، حكايه بجد. انا دمجت الوان كتير قوي مع بعضها وخليني طالعه حلوه قوي.
بفكر اعمل اللوك ده في فرح بنت خالتي. لو عملت اللوك ده في فرح بنت خالتي نفس الميك اب كده بالظبط، العرسه انا هتيجي كده عليا عشان انا هبقى اجمل واحده في الفرح كله، اجمل من العروسه ذات نفسها. مش مصدقه ان انا عملت الميك اب ده بجد. انا بجد يعني الصيف كله قعدت علشان خاطر اتعلم اللوك ده، وبجد طلع مظبوط جدا. مش محتاجه اروح اخد كورسات. كورسات ايه ولا بتاع ايه؟ بعلم نفسي بنفسي. ده انا لو وريت بنت خالتي شكلي كده بالجمال اللي انا فيه ده هتتغاظ وهتصمم ان انا ما اجيش الفرح، عشان انا بجد يعني هسرق الجو وكلهم هيتفرجوا عليا بدل ما يتفرجوا على العروسه، وهيبقى الميك اب بتاعي انا حلو، الميك اب بتاع العروسه مش حلو. ايدي دي، ايدي دي بجد يعني تسلمي 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 يا غاليه تسلمي، انتي احسن من 100,000 ميك اب ارتست. مش عارفه اقول لك ايه، بس مش عارفه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا انهي نوع بالظبط، ولو ما كنتوش اي نوع من الانواع اللي انا عملتها، لان انا اكيد ما عملتش كل الانواع يعني، فاكتبوا لي انتوا بالظبط بتعملوا ايه في اجازه الصيف. ولو حابيني ان انا اعمل فيديوهات شبه كده تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات افكار لفيديوهات زي كده عشان ابقى اعملها او احاول ان انا اعملها. بس انا بحبكم جدا جدا جدا، و مع السلامه. انت يوم ما تحطي مكياج تحطي كده هما هيفتكروك حاطه بجد، بس مش عارفه تحطي. ده فيديو تمثيل يعني، باين ان انا بتريق. انا قصدي اطبخه، انا قصدي اطبخه. شكلي وحش قوي.